السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في السلطة الرابعة والتي نستعرض فيها أهم الأخبار في المواقع العربية والعالمية وأيضا المواقع والصحف المحلية، وأبدأها بأبرز العناوين. في يمن مونيتور، إدارة بايدن تعتزم إخراج الحوثيين من قائمة الإرهاب. وفي صحيفة الشرق الأوسط، قرار ميليشياوي غير معلن برفع أسعار الاتصالات 10%. وصحيفة نيويورك تايمز تكتب بايدن ينهي المساعدة العسكرية للحرب السعودية في اليمن. مرحبا بكم. نشر موقع المصدر أونلاين تقريرا قال فيه أن عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات الأسرى والمختطفين الجارية في عمان ماجد فضائل اتهم ميليشيا الحوثي بالسعي لإفشال المفاوضات التي تجري برعاية أممية عقب الحديث الأمريكي عن مراجعة لقرار تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية أجنبية. وقال فضائل إن القرار كان له فضل في قبول الحوثيين بالمشاركة في هذه الجولة من المفاوضات والتي رفضوا المشاركة فيها من قبل رغم المطالبات الحكومية بها سعيا للإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، لكن سلوك وفد الحوثي المفاوض تغير بعد أن شعروا أن قرار التصنيف غير جاد وفقا للمسؤول الحكومي. وتابع: لابد أن يعلم الجميع أن هذه الميليشيا المجرمة الإرهابية ترفض إخراج الصحفيين المتبقين في معتقلاتها أو حتى التعاطي معنا في مبادلتهم بأسرى أسروا في جبهات القتال، وترفض أيضا إخراج المختطفين المدنيين بأي شكل كان رغم قبولنا النسبة والتناسب بين المختطفين المدنيين وأسرى الجبهات. أكد فضائل أن الوفد الحكومي جاء إلى هذه الجولة من المفاوضات ولديه النية الكاملة والتوجيهات الواضحة من القيادة السياسية لأجل التقدم والإنجاز والإفراج عن المزيد من الأسرى والمختطفين وإنقاذهم من بين أيدي هذه الميليشيات وفق تغريدات نشرها المفاوض الحكومي على صفحته بموقع تويتر. نقل موقع يمن مونيتور عن رويترز تقريرا قال فيه إن إدارة الرئيس جو بايدن تتحرك لإلغاء تصنيف الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، في عكس لقرار أصدرته إدارة سلفه دونالد ترامب الشهر الماضي. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس يوم الجمعة أنه يعتزم إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية. ونقل الموقع عن وكالة رويترز عن المسؤول إن عملنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف في اللحظة الأخيرة من الإدارة السابقة، والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيسرع أسوأ أزمة إنسانية في العالم. فيما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول آخر في الخارجية الذي لم يسمح له بالتحدث علنا وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إن الإزالة لم تغير شيئا بشأن آراء إدارة بايدن بشأن الحوثيين الذين استهدفوا المدنيين واختطفوا الأمريكيين. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان بايدن إنهاء الدعم الهجومي لحملة التحالف ضد الحوثيين. هيمنة الصحف العربية عن التحركات الأمريكية الجديدة حول اليمن، وتحت عنوان رغبة بايدن في إغلاق ملف اليمن لا تعكس توافقا دوليا حول التسوية، قالت صحيفة العرب إن كل الأطراف المرتبطة بالملف اليمني سارعت إلى إعلان تأييدها لما تضمنته أول كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة. وأضافت الصحيفة: لم يكن موقف الرئيس الأمريكي إزاء الأزمة مفاجئا في ظل الإشارات المبكرة التي بعثت بها إدارة بايدن بشأن إمكانية ممارستها المزيد من الضغوط السياسية لإيقاف الحرب في اليمن، بما في ذلك إعلانها في 27 من يناير الماضي تجميدا مؤقتا لبعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية ومراجعة الاتفاقات الموقعة مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. أتابعت الصحيفة: تشير التطورات المتصلة بالأزمة اليمنية إلى عدم تبلور رؤية إقليمية ودولية موحدة حتى الآن حول شكل التسوية الشاملة للملف اليمني، فيما عدا الرغبة الأمريكية التي أتت مكملة للمواقف الأوروبية الداعية إلى ضرورة وضع حد للحرب في اليمن وممارسة ضغوط متزايدة على جميع الأطراف اليمنية لإنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث ورؤيته لوقف إطلاق النار والمرحلة الانتقالية المعروفة باسم الإعلان المشترك. جاء
جانبها وتحت عنوان أمريكا تنعش أمل السلام في اليمن، أفادت صحيفة البيان دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للوقف الفوري للقتال وتعيينه مبعوثا خاصا لليمن أنعشت الأمل بقرب إحلال السلام وإمكانية إذعان ميليشيا الحوثي لدعوات وقف الحرب والذهاب نحو الحل السياسي بعد طول رفض وتعنت ما فاقم من الأزمة الإنسانية ومعاناة ملايين اليمنيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها: تعيين الرئيس الأمريكي تيم ليندر كينج مبعوثا خاصا لليمن خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وبالمثل قبل السكان في عدن هذه المواقف بالترحيب، حيث أكد خالد عبد الحكيم وهو موظف حكومي أن وقف الحرب أصبح ضرورة وأن العالم كله مع هذه الدعوة عدا ميليشيا الحوثي التي تعتبر الحرب وسيلة للتكسب واستمرار السيطرة على مقدرات الدولة ومصادرتها لصالح مجهودها الحربي. نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريراً قالت فيه إن مصادر يمنية أفادت بأن الميليشيات الحوثية رفعت قبل أيام بصورة سرية أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة تصل إلى 10% بحجة جمع ريعها كل شهر وتقديمها كمساعدات للمعلمين الذين نهبت الجماعة رواتبهم منذ أعوام ماضية. وأكدت المصادر نفسها للشرق الأوسط أن الميليشيات وجهت بالوقت نفسه المؤسسة العامة للاتصالات وشركة اليمن الخاضعتين لسيطرتها بإضافة تلك النسبة في قيمة مكالمات الهاتف الثابت وباقات الإنترنت وغيرها من خدمات الاتصالات الأخرى. لم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الجماعة على رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت. تذكر الصحيفة في تقريرها أن الجماعة سبق وأن فرضت أواخر أبريل نيسان من العام الماضي تسعيرة جديدة بزيادة 10% في حين أجبرت شركات الاتصالات طوال الفترات الماضية على دفع مئات الملايين تحت أسماء وذرائع متعددة. وبحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء فقد بلغت عوائد الميليشيات من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018 أي ما يساوي 162 مليارا و400 مليون ريال مسجلة زيادة على السنوات السابقة جراء إضافة الجماعة ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى سرية. بعد فترة قصيرة فقط من توليه منصبه في البيت الأبيض، بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالإعلان عن إنهاء دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن. الصحف العالمية اهتمت بهذه القرارات، فصحيفة نيويورك تايمز عنونت في تقرير لها بالقول: بايدن ينهي المساعدة العسكرية للحرب السعودية في اليمن، لكن إنهاء الحرب أصعب. وتعتقد الصحيفة بأنه ولمجموعة من الأسباب الأخرى فمن غير المرجح أن ينذر قرار بايدن بوقف صارخ للحرب التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أن الولايات المتحدة كانت خفضت بالفعل الكثير من المساعدات العسكرية التي كانت تقدمها للتحالف الذي تقوده السعودية. ونقلت الصحيفة عن بيتر سالزبوري محلل شؤون اليمن في مجموعة الأزمات الدولية قوله بأن التركيز على الدبلوماسية الذي غاب إلى حد كبير بين كبار قادة إدارة ترامب أمر مرحب به، وقد يؤدي تقليل دعم الأسلحة إلى جعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على الدفع باتجاه تسوية. وبحسب تقرير نيويورك تايمز تظل القضية المزعجة بشكل خاص هي كيفية إنهاء سيطرة الحوثيين على صنعاء، حيث أسسوا إدارتهم الخاصة بهم ويديرون دولة بوليسية افتراضية يقومون فيها باعتقال منتقديهم وفرض الضرائب على المساعدات والسلع الأخرى لتمويل أنفسهم. كما تتلقى الجماعة دعما عسكريا وسياسيا من إيران واستخدمت سيطرتها على الشمال لإطلاق صواريخ عشوائية عبر الحدود على السعودية مما أدى في بعض الأحيان إلى مقتل المدنيين. الواشنطن بوست علقت على قرارات بايدن حول اليمن بالقول بأنه وفي يوم واحد من هذا الأسبوع تغير دور الولايات المتحدة في حرب اليمن الكارثية التي استمرت 6 سنوات مع إنهاء الرئيس بايدن الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية في هذا الصراع وتعهده باستخدام الدبلوماسية لوقف القتال بالإضافة لتعيينه مبعوثا خاصا جديدا يحظى بتقدير كبير إلى البلاد.
وتتفق الصحيفة في تقرير لها مع ما ذهبت إليها نيويورك تايمز من أن تلك القرارات كانت المسألة الأسهل، أما الآن فيأتي الجزء الأصعب فعليا. تقول بأنه ومنذ عام 2015 عندما دخل التحالف الإقليمي المدعوم من الولايات المتحدة بقيادة المملكة العربية السعودية الحرب ودفعها إلى حالة من التصارع، أصبح اليمن مسرحا لصراع معقد ومستعص أودى بحياة عشرات الآلاف ودفع الملايين إلى شفا المجاعة. يقول المحللون إن القضية الكبرى تتمثل في مدى قطع الولايات المتحدة لدعم المملكة العربية السعودية، حيث من المفترض أن تستمر إدارة بايدن في مساعدة السعوديين بأنظمتهم الدفاعية الحدودية على طول الحدود اليمنية والدفاعات الجوية ضد هجمات الحوثيين بصواريخ وطائرات بدون طيار، حسب ما قال جيرالد فريستاين سفير الولايات المتحدة السابق في اليمن. وقال فريستاين في رسالة بالبريد الإلكتروني إن تأثير القرار في الحقيقة من حيث الموقف والإشارات الأمريكية أكثر مما هو عليه من حيث إعاقة القدرات السعودية في اليمن، وتابع بالقول: سيوضح الرئيس أن الولايات المتحدة ستؤكد على استراتيجية سياسية لإنهاء الصراع وتريد دعما سعوديا لتحقيق ذلك. ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم.